بابا رح يطلع اليوم. ايه بعرف هالشي لاني امبارح حكيت مع المدام جلنار وقلت لها لا تقلق عليك لانه نحن موجودين ومنحطك بعيوننا. يسلموا، عذبتوا حالكن. ابوك كثير تعب، طول الوقت عم يقاوم الارهابيين، بتلاقيه طول الوقت متوتر وقلقان، وانا برايي لازمه اجازه، يعني لازم يرتاح. تشرب شاي؟ شو سهام؟ شو هالسؤال؟ طبعا بيشرب. صحي، بدك تحضر الحفلة؟ أي حفلة؟ حفلة الجمهورية. إيه؟ بتصدق إني كنت نسيانة؟ راحت عن بالي بالمرة. معناتها حلو كتير، بتروحوا مع بعض على الحفلة. بعدين سهام ما حدا رايح معه. إيه عزيز، شو رأيك؟ طبعاً، ليش لا؟ تفضل، تليفون إلك. ألو، نعم؟ عن جد؟ حلو، معناتها خبرني بكل شي بصير أول بأول، إيه؟ الشيخ كمان رجع على الساحة، قبضوا عليه وهو بمظاهرة، شايف؟ رجعت له قصة جديدة لأبوك. ايه، هذا الوطن لازم نخدمه، هي الحقيقة، كل ما نطفي هالنار بترجع بتشعل. سيدي، بعد إذنك فيني اهتم أنا بهذا الموضوع؟ ومثل ما قلت، أبي تعبان ولازم إنه يرتاح. ابن أبوه شايفه؟ كتير منيح يكون في عنا بالجيش شاب قبضاي مثل حكايتك، بده يريح أبوه وياخد الشغل عنه. لا عزيز، رح نستنى، وإذا احتجنا لك بهالموضوع منخبرك. أدخل. الحمد لله على سلامتك سيدي. انت شو مشكلتك؟ عملت شي غلط سيدي؟ لا تقلي سيدي وتضحك علي، لانك مو محترم سيدك. جاوبني فورا، ليش بعدت لي الصور على البيت؟ انا فكرت بمصلحتك سيدي. بالله شو؟ قلت لي فكرت بمصلحتي، مو هيك؟ انت بتحب الضابط نزار كثير؟ يعني هلا صرت تفكر فيني؟ سيدي، انت شفت بعينك كيف كنت عم حارب الرجعية، لهيك انا خفت كثير من الشيء اللي كان عم يعمله الضابط عزيز، وخفت يأذينا كلياتنا، مشان هيك قلقت. كيف رح يأذينا؟ ما في هيك شيء، بس كان عم يتسلله كم يوم. شفنا هديك البنت ببيت الضابط شاهين، وما حدا بيعرف كيف انمحت كل تسجيلات الكاميرات اللي هنيك. ما بدي اتجاوز حدودي، بس على الاغلب الضابط عزيز محى كل التسجيلات ليحمي هديك البنت. في حدا غيرك بيعرف هالشي؟ بس حضرتكم سيدي. طيب، حتى لو كان ابني لازم يتحاسب، بس ما لازم اي حدا يعرف بهالقصة، ومقابل صدقك واحترامك لألنا رح حل موضوع ترفيعك. أنا ساويت هالشي وما لي ناطر مقابل. فيك تجهز حالك، الأسبوع الجاي رح تنتقل على مكان تاني، يلا فيك تروح. شو صار؟ شو قال؟ أكيد ما هددك، مو هيك؟ اتصلي بهداك الغبي لشوف. ما فهمتي مين؟ اتصلي بابننا، بابننا! ليش في بحياتنا أغبى منه؟ يلا! ماشي. بدي جهز حالي، أنا لازم روح. سيدي،
إذا بتحب منطلع مع بعض. لا ما في داعي، أنت خليك هون، بدي أمره على المستشفى. خير؟ إن شاء الله ما في شي. لا لا، في صديقة قديمة إلها كم يوم نايمة بالمشفى، بدي أشوف إذا لازمها شي وأطمن عليها. راحت، ما بعرف شو فيها هاللوحة، تقول كأنه فيها شي كنز. وكمان يلي اسمها رنا على الأغلب إنها بالمشفى. إليف راحت لعندها. صحتين وعافية، خاطركن. تفضل اقعد.